انا يعني إلي اسبوعين فاتح الكشوكان ونزلت فيديو على صفحتي وما شاء الله اهل جنين يعني ما قصروا، يعني الفيديو طلع ل 100,000 مشاهد وما قصروا معي، والكل ايش بيقدر يساعد بيجي يشتري او بيجي بحط لايك او بيجي يسلم علي او اي شيء من الحاجات اللي بتدعمك معنويا. أنا دخلت على الداخل المحتل بغرض أني أنا أشتغل، بعد ما صارت الأحداث جيت على جنين، فقعدت في جنين شهرين ثلاثة، صارت الأوضاع غالية والواحد ما بيقدرش على المعيشة الغالية، فاضطريت أني أنا أفتح مصلحة أنه أشتغل فيها. وإحنا بنشتغل في الأحذية، منه إحنا في غزة في عنا محلات أحذية شوزلاند، فاضطريت أنه أنا أشتغل في شغلتنا، ففتحت كشك صغير على سبة ان انا اترزق ونمشي الحياة قبل ما تخلص الدنيا وربنا يجمعنا مع اهلنا. يعني اهلي انا نصهم في شمال غزة، هم كلهم من شمال غزة، بس مع الاحداث قالوا انزحوا، نصهم نزح والنص الثاني ضلوا في الشمال، من ضمنهم امي واخوي ضلهم في شمال غزة. يعني انا لما بدي اجي اطمن عليهم ما بحكي لهم انتوا ايش اكلتوا وايش شربتوا، لان انا عارف الوضع، يعني السؤال بتعب اكثر ما هو بريح. الحاجات الصعبة اللي صارت مع أهلي في الشمال إنه أمي تصابت في شضية وما كانش في مستشفيات وقتها، بس كان في ممرض وعمل لها قطب للجرح بدون بنش طبعاً، وبعد أسبوعين قدروا يفتحوا مستشفى في شمال غزة يعني بشكل مبدئي. راحت أمي إنه تشوف المكان الجرح، قالوا لها هذا كله بده قص، ما فيش لا تخدير ولا بنج، أنا بعطيك بس حاجة بسيطة من المعاناة، أنا بعيداً عن الجوع والأكل والحصار وكل الضرب هذا بعيداً عنه، فقصوا لها من لحمها بدون بنج. أنت متخيل يعني أنا مجرد ما أحكي لك الكلام هذا في رعشة في الجسم، فالواحد يعني هدول أبسط المعاناة. يعني الحمد لله أهلي من الناس اللي ما أخذوش المعاناة الكبيرة.